قافلة طبية موسعة نظمها المركز القومي للبحوث بوزارة البحث العلمي بتعاون مع المجلس القومي للمرأة لمنطقة الأسمرات، شملت تخصصات عدة وشارك فيها أساتذة وأطباء من المركز القومي لتقديم الخدمة الطبية بالمجان. سيارات تجوب الشوارع بحي الأسمرات تزف إلى الأهالي ببشرى تنظيم قافلة طبية مجانية، فيحمل الجميع أوراقه وملفات أشعته وتحاليله هو وأولاده ويذهبون لمقر القافلة لعلهم يجدون بصيصا من الأمل في شفاء مرضاهم وأخذ العلاج بالمجان. اكتشفت النهاردة أن القافلة دي كويسة ورعاية كويسة، وأنا نفسي أن هي يبقى على طول مستمرة، يعملوا حاجات كويسة، وعاوزين الموضوع يتكرر برضو، الكفيلة يكرروها مرة واثنين وثلاثة. كشفت عظام وبعد كده كشفت لابن جلدية وأخرج أجيب العلاج. نظم القافلة المركز القومي للبحوث بالتعاون مع المركز القومي للمرأة، وشملت أساتذة وأطباء من كافة التخصصات لتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين. فعلا محتاجين خدمات، محتاجين خدمات صحية كثيرة جدا، وأنا شايفة فعلا في قصور في الخدمات الصحية، لأن ده بقى مركز طبي صغير مش قادر يكفي ده كله، مش قادر يكفي الناس ومش قادر يكفي التخصصات. فاحنا قررنا كمجلس قومي للمرأة ان احنا نقوم بقافلة كاملة متكاملة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، من منطلق ان احنا عندنا بروتوكول تعاون معهم. احنا النهاردة جايين زيارة الى حي الأسمرات في قافلة طبية باسم المركز القومي للبحوث وبالتعاون مع المركز القومي للمرأة، علشان نزور حي الأسمرات ونشوف الرعاية الصحية الكاملة ليهم، لأن يعني طبعا الناس هنا عندهم في قصور في بعض الأماكن الصحية ليهم القريبة ليهم في تخصصات معينة أشهرها الجلدية والنساء والأطفال والبطنة. من الجيد أن تكون هناك مبادرات تهدف تقديم الرعاية الصحية المميزة لسكان حي الأسمرات، ولكنهم يحتاجون أن تتوالى هذه القوافل وأن تستمر الرعاية الصحية الجيدة لهم طوال أيام السنة. مرنا عادل، أون لايف.